نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. أهلا بكم. تطورات بارزة في الساعات القليلة الماضية، بينها الشرطة الألمانية قتلت مسلحا احتجز رهائن داخل صالة سينما في مدينة فيرنهايم بعدما أطلق النار وأصاب 25 من رواد السينما على الأقل. دخول قوات سوريا الديمقراطية بلدة منبش قرب حلب بعد قتال استمر شهرا. اتفاق وزيري الخارجية الفرنسي والإيراني على إمكان تحول زيارة إيرلوت بيروت في 11 من تموز مبادرة لانتخاب رئاسي لبناني. وهذا التطور الأخير أعطى جوابا على التساؤل حول أسباب تحديد مطلع آب لعقد جلسات متتالية على 3 أيام لأهل الحوار، بما يعني انتظار تبلور التحرك الفرنسي في تموز بين بيروت وطهران والرياض. ويبدو تموز أيضا حافلا بمحطات محلية، منها الجلسة 42 للانتخاب الرئاسي بعد فشل جلسة اليوم، ومنها عودة اللجان النيابية المشتركة للبحث في قانون الانتخاب في 13 من تموز. وينتهي حزيران على وقع مواقف أبرزها غدا لكل من السيد نصر الله والرئيس سعد الحريري، وغدا أيضا جلسة لمجلس الوزراء تبحث في ملفات مهمة بينها موضوع سد جنة ومسألة أمن الدولة وقضية مناقصات النفايات. وفيما دعا رئيس حزب الكتائب إلى استقالة الحكومة وتحولها إلى تصريف الأعمال، أكدت مراجع عدة على أن الحكومة هي المؤسسة الدستورية التي ما زالت تعمل، وهو ما أشار إليه وزير الإعلام رمزي جريش. وتبقى مسألة العقوبات المالية على حزب الله موضوع تداول في كيفية التوفيق بين تنفيذ العقوبات لحماية المصارف اللبنانية وبين رد كتلة الوفاء للمقاومة، في أن القضية مسألة سيادية. إذن في فرنسا بحث فرنسي إيراني في مواجهة الإرهاب وملامح مبادرة لحل أزمة لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية لاحت في أفق باريس بين ظريف وإيرو. في حوار مع وزير الخارجية الفرنسية جون مارك إيغولت في باريس حول إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، أشار وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى استعداد طهران للمساهمة في أي مبادرة لحل الأزمة اللبنانية، وأضاف أن قرار الحل يعود إلى الشعب اللبناني وأن أي قرار يتخذه اللبنانيون سنحترمه. إيغولت من جهته أشار إلى زيارته لبنان في 11 من تموز المقبل، لافتا إلى الاتفاق مع ظريف على عرض نتائج الزيارة لاحقا من أجل إمكان الوصول إلى مبادرة. من جهة ثانية أشار ظريف إلى ظاهرة التطرف والإرهاب، فهي لا تعرف حدودا وتسفر عن ضحايا في كل أنحاء العالم، مؤكدا تعاطف الشعب الإيراني مع الشعب الفرنسي ضد الإرهاب، ومعتبرا أن إيران وفرنسا في سفينة واحدة وهي سفينة السلام. الجلسة 41 لمحاولة انتخاب رئيس الجمهورية أخفقت كسابقاتها لعدم اكتمال النصاب، والجلسة المقبلة في 13 من تموز. نوال الأشهر. 33 نائبا فقط شاركوا في جلسة 41 لانتخاب رئيس للجمهورية، العدد يزداد تناقصا من جلسة إلى أخرى، وفي جلسة لا جلسة هذه سجل أدنى نسبة له. موعد جديد ضرب في 13 من تموز المقبل بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لمناقشة قانون الانتخاب. البعض رأى في تزامن الجلستين إشارة سلبية، والبعض الآخر تحدث عن وجه إيجابي للتزامن باعتبار أن قانون الانتخاب أشبع درسا، وإذا كان هناك نية للتوافق تترجم باجتماع اللجان الذي يسبق موعد جلسة الانتخاب بساعة، فيما البعض الآخر اكتفى بالإجابة على التزامن بعبارة غريب. خلوة على هامش الجلسة بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان حضرها في شقها الأول النائب ياسين جابر. عدوان شدد على وجوب ألا ننتظر مبادرات الخارج، لأننا أصبحنا مدركين أنه ما في حدا بالو فينا، وعلينا أن نحل أزماتنا بأنفسنا، متحدثا عن حلين: الأول لانتخاب العماد ميشيل عون رئيسا نتيجة تفاهم يمر عبر تيار المستقبل، والثاني الأخذ بمبادرة الرئيس بري وإنتاج قانون للانتخابات وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. مضيفا: هناك مريض
اسمه لبنان في العناية الفائقة، وكل يوم تأخير تزداد حالته سوءا. النائب أحمد فتفت حمل حزب الله مسؤولية تعطيل رئاسة الجمهورية على حساب الأجندة السورية، ورد على النائب علي فياض الذي قال إن السنيورة أقفل النقاش في موضوع الانتخاب، معتبرا أن فياض اجتزأ الكلام. وعن السلة المتكاملة شدد فتفت على وجوب أن تشمل السلاح غير الشرعي والالتزام بإعلان بعبدة. احتفال بتخريج ضباط اختصاص في الكلية الحربية، واللواء إبراهيم يؤكد عدم التهاون مع إرهابي أو مع عدو، فيما ممثل قهوجي اللواء خير يؤكد أن العدو والإرهاب وجهان لعملة واحدة. تأكيد على عدم التهاون مع إرهابي أو عدو عبر عنه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال تخريج دورة سلاح المعرفة للضباط الاختصاصيين المتمرنين وتلامذة الضباط 5 للأمن العام وضابطان للجيش، داعيا هؤلاء المتخرجين إلى الثقة بأن المستقبل لن يعطينا إياه أحد، فهو إنجاز سنبنيه بالعرق والدم أيا تكن التضحيات. وتابع: ستنتقلون من الحياة المدنية إلى العسكرية حيث يمنع انتقال فيروسات الطائفية والمصالح الشخصية. ولاءكم للبنان والإنسان فيه أولا وأخيرا، اعلموا إن أمن لبنان واللبنانيين والمقيمين على أرضه حق لكل هؤلاء، هو واجب سنؤديه ببسالة ومناقبية خصوصا في ظل الظروف التي يواجهها وطننا على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والبيئية وخصوصا الإنسانية منها، كقضية رفاقنا العسكريين المخطوفين فضلاً عن ملف الوافدين السوريين وأمور أخرى، كلها عوامل حساسة ومسائل يمنع منعاً باتاً التهاون في التعاطي معها أو التغاضي عنها. ممثل قائد الجيش الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير أكد أن الجيش اللبناني وبالتعاون مع سائر الأجهزة الأمنية استطاع تحقيق أعظم الانتصارات على التنظيمات الإرهابية التي حاولت جاهدة اختراق الحدود الشرقية والشمالية، كما تمكن من اجتثاث شبكاتها وخلاياها. واليوم نؤكد مرة أخرى التزامنا القاطع حماية البلاد مما يخطط له العدو الإسرائيلي والإرهاب، وهما وجهان لعملة واحدة لن نسمح بتداولها على أرض الوطن كائنت ما كانت المصاعب والتضحيات. عودة إلى فيرنهايم، إلى ألمانيا. القوات الأمنية الألمانية الخاصة تمكنت قبل مساء اليوم من قتل الإرهابي الذي نفذ الهجوم على مجمع دور السينما في المدينة، حيث كان المهاجم قد أطلق النار ما أسفر عن جرح ما بين 20 و 50 شخصا. الإرهابي كان مسلحا بأنواع عدة من الأسلحة واحتجز عددا من الرهائن خلال العملية قبل أن تقتله القوى الألمانية. وزير الداخلية أعلن أن المنفذ مختل عقليا. نواصل النشر بعد هذا الفاصل. أحييكم من جديد. اعتصام لعمال مؤسسة كهرباء لبنان اليوم غدا، وإنجاز النظام الداخلي للمؤسسة أبرز المطالب. هبة عيات. اعتصام تحذيري أعلنته نقابة مؤسسة كهرباء لبنان ليومي الخميس والجمعة، جاء ذلك كخطوة استباقية لما يمكن أن يصدر عن مجلس إدارة المؤسسة بشأن شركات مقدمي الخدمات، وبهدف الضغط من أجل عدم التمديد لها. هو إعلان عن اعتصام وتوقف عن العمل. نحن بيشمل كافة الأراضي اللبنانية باستثناء معامل الإنتاج يلي هنا عم بيشتغلوا بالاستثمار، ما فينا نوقف معامل، وبشكل خطر على السلامة العامة وعدم تفريغ الفيول أو النقل الفيول عبر المعامل. في مهلة قبل شهرين بك تبلغي الشركات يلي هي 28/6 تقولي لهم أو بتمددي أو ما بتمددي. لمن بيشوفوا مويومين عم يتفوت هلا مويومين وموظفين على حساب متعهدين وهن نجحوا بمباراة محصورة بعدهم برا حقهم يطالبوا، بس نحن مش مسؤوليتنا. ومن المطالب ايضا الترفيع الذي اكدت الاداره في بيانها ان هذا الملف انجز وهو لدى مجلس الخدمه المدنيه، النظام الداخلي وهو قيد الانجاز، الطابع الاستشفائي الذي اصبح لدى وزاره الطاقه، الدرجتين والربع بالمئه اقدميه والذي لا علاقه للمؤسسه به، كذلك الساعات الإضافية التي أكدت الإدارة دفعها لمستحقها.
كل ذلك بحسب البيان الصادر عن الإدارة التي رأت في هذه المطالب المحقة بحسب النقابة أنها لا تمت بصلة إلى المطالب العمالية وأن الاعتصام يضر بمصالح المواطنين. البيان اللي طلع من المؤسسة هو معاكس لعنوان إضرابنا. نحن إضرابنا مش على كهرباء لبنان، نحن إضرابنا مطالب، في مطالب يعني هي بوزارة الطاقة ومطالب بمجلس الوزراء ومطالب بالمؤسسة، بس نحن مصرين على وجود، لأنه الشركات إذا استمرت بهالحالة هيدي نحن في خوف على حقوقنا وتعويضاتنا. نحن بنعتذر سلف من المواطنين اللبنانيين عن أي عطل أو أي ضرر راح بيلحق بالمواطنين اللبنانيين جراء الاعتصام اللي راح بيستمر ليومين حتى مساء غد الجمعة. إذا كان المطلوب هو إكفال مؤسسات الدولة اللبنانية وتهرب الدولة من مسؤوليتها وتساهم إدارات المؤسسات بهذا الموضوع، ساعتها حرب يحصل الغبرة بيننا وبين هون. في قرار نقابي بالاعتصام بالاعتكاف عن العمل، نحن قاعدين متواجدين هون لكن مش عمال نعمل بشغلنا. وبما أن هذا الاعتصام يقتصر على الموظفين المثبتين والتصريحات تقع على عاتق المياومين في الشركات، فيما تبقى أوامر قطع التيار الكهربائي تعود للموظفين في المؤسسة، فإن الخلل في توزيع التيار الكهربائي لن يقع إلا في حال المناورات من قبلهم، وهذا ما لن يلجأ إليه كما أكدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان. 28 آب تاريخ انتهاء عقد الشركات المقدمة للخدمات، وهنا السؤال: ما هو مصير 1300 عامل مياوم؟ فهل سيتم حل هذه القضية أم أن التمديد سيكون سيد الموقف وينسحب على هذه الشركات كما انسحب على غيرها من مؤسسات الدولة؟ هبة عياد، أيمن عزام، تلفزيون لبنان. التطورات السياسية في لبنان عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الصحة وائل بوفعور، الذي لفت إلى أن الحكومة هي المؤسسة الوحيدة الباقية على قيد الحياة. الرئيس بري التقى رئيس القومي واجتمع بالسفير الروسي. رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى في عين التين وزير الصحة وائل أبو فعور الذي طالب بتفعيل عمل الحكومة. أبو فعور اعتبر أن المرحلة المقبلة هي مرحلة إيجاد حلول لبعض العقد أبرزها قانون الانتخابات. استنتاج مشترك، بما أنه للأسف الأفق الرئاسي في هذه اللحظة مقفل والنقاش هو حول قانون الانتخاب الذي يجب أن يليه انتخابات نيابية بموعدها الدستوري بأيار 2017، يجب أن يكون هناك جهد مشترك من كل القوى السياسية المكونة للحكومة لإعادة تفعيل وتنشيط عمل مجلس الوزراء. هناك الكثير من القضايا العالقة التي تتناول المواطنين بحياتهم، ولكن أيضا هناك الكثير من الخلافات حول عدد من الملفات. ستكون المرحلة القادمة مرحلة محاولة إيجاد حلول لبعض هذه العقد، على أمل أن يكون هناك انطلاقة جديدة لعمل مجلس الوزراء تعطي بعض الثقة وتعطي بعض الأمل للمواطن اللبناني بأنه المؤسسة الوحيدة الباقية التي تمثل معلما من معالم بقاء الدولة اللبنانية هي على قيد الحياة وهي بخير أي الحكومة. رئيس المجلس تناول التطورات في لبنان والمنطقة مع السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين، كما عرض الوضع العام مع رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان. في السرايا الحكومي بحث رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مع أعضاء المجلس البلدي الجديد لبلدية النعمة حارة النعمة برئاسة رئيس البلدية شرب المطر في شؤون البلدة، كما التقى سلام سفيرة تشيلي في لبنان في زيارة وداعية، وذلك لمناسبة انتهاء مهماته الدبلوماسية. الرئيس سعد الحريري التقى في بيت الوسط وفد السلك القنصلي برئاسة جوزيف حبيس، كما سفير ماليزيا وكذلك سفيرة الفلبين. الرئيس الحريري كان قد أكد أن اتفاق الطائف حسم مسألة هوية لبنان العربية، وفي إفطار جامعة رفيق الحريري بالمشرف أكد أن المستقبل هو تيار الاعتدال والعروبة وتيار نبذ الفتنة. اتفاق الطائف حسم مسألة العروبة لتكون عنوانا لهوية لبنان وليست أداة لسيطرة أي نظام عربي على لبنان. ومن باب أولى أن نؤكد في هذه المرحلة من تاريخ بلدنا وأمتنا أن شيئا في لبنان، حزبا كان أو تنظيما مسلحا أو حرساً عسكرياً لمعادلات الممانعة، لن يتمكن من تطبيع اللبنانيين
على منطق الخضوع للسياسات الإيرانية وأدواتها. في بيت المستقبل التقى الرئيس أمين الجميل السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين الذي أكد اهتمام بلاده بإيجاد حلول للقضايا اللبنانية بمعزل عن قضايا المنطقة. لبنان أيضا لديه وضع خاص، فلذلك ممكن يكون هناك الاتفاق مع بين اللبنانيين بغض النظر عنه ما يحدث. فالموقف الروسي منذ الفترة أن يكون هناك القرار اللبناني بدون التدخل الخارجي واعتمادا على المعطيات المتوفرة لبنانيا والقضايا السياسية الداخلية أو أمنية أو الاقتصادية الاجتماعية يجب إيجاد حلها ضمن المؤسسات الدولة بدرجة الأولى. رئيس الكتائب النائب سامي الجميل دعا لأن تكون الحكومة حكومة تصريف أعمال كي لا تأخذ قرارات مصيرية قد تغير وجه البلد، ووصفها بحكومة تمرق لي تمرق لك. كلام الجميل ورد خلال احتفال تسلم وتسليم في مصلحة الطلاب في البيت المركزي في الصيف. نحن بالنسبة لنا هذه الحكومة أصبحت ضرر على البلد، لازم هيدي الحكومة تصير تصريف أعمال تتوقف تاخد قرارات مضرة بالبلد، لأنه كل القرارات اللي عم تخدها هي قرارات مبنية على صفقات وعلى مرقلة تمرقلك باعتراف رئيسة مش أنا. لا، أنا بفضل تكون الحكومة تصريف أعمال من ما تكون حكومة تمرقلة تمرقلك. لهذا السبب نرجع منكرر دعوتنا الحكومة إلى الاستقالة تتوقف الضرر بالبلد. كتلة الوفاء للمقاومة أكدت رفض ما سمته فرمان وصاية الولايات المتحدة النقدي وحذرت من مخاطر تطبيقه. بيان الكتلة رحب بالاستعداد الإيجابي العام لاستعجال الحكومة بإقرار مراسيم النفط. أما فيما يتعلق بآليات تعاطي المصارف مع فرمان الوصاية النقدية الأمريكية، إن الكتلة إذ تجدد موقفها الحازم الرافض أصلاً لهذا الفرمان، فإنها تحذر من مخاطر تطبيقه على استقرار البلاد، وستبقى تتابع الأمر باهتمام بالغ على قاعدة حفظ السيادة النقدية والاستقرار النقدي والاجتماعي معاً، ولن تقبل ابتزازاً أو تجاوزاً أو تراخياً في مقاربة ومعالجة هذا الملف من قبل أي كان. تبلغ وزير البيئة محمد المشنوق من جمعية حماية جبل موسى موافقة وزير الزراعة أكرم الشيب على الطلب الذي رفعته إليه بالرجوع عن قرار الموافقة على إعادة العمل بقطع الأشجار في نطاق مشروع سد جنة، خصوصا بعدما أكدت هيئة القضايا في وزارة العدل في لائحتها الجوابية إلى مجلس شورى الدولة أن محافظ جبل لبنان أصدر قرارا تضمن منع أي أعمال في موقع السد، وذلك إلى حين اتخاذ مجلس الوزراء القرار المناسب في الموضوع. الرئيس سليمان بحث في ملف سد جنة مع خبراء مختصين وتشاور مع الوزير حرب في الملفات الأنية وخصوصا استقالة وزراء الكتائب. الرئيس ميشيل سليمان تشاور مع الوزير بطرس حلب في كيفية الخروج من أزمات البلد، لا سيما بعد استقالة وزيري الكتائب والتعثر على طاولة الحوار لإيجاد مخارج لأزمة الرئاسة وإعادة تفعيل مجلس النواب والحكومة. حرب لفت إلى أن المجلس يشارف على نهاية ولايته ولا مفر من إجراء الانتخابات في موعدها، ورأى حرب أن هناك مشكلة في أمن الدولة يجب معالجتها ويجب اتخاذ التدابير لملء الشعور. حصل في إمكانية إعادة إحياء لقاءاتنا وبشكل فاعل أكثر ليواكب التطورات، وطبعا هذا الأمر رح يتقرر بنتيجة الاتصالات اللي بدنا نجريها، لأنه غير جائز أنه بعد استقالة وزراء الكتاب من الحكومة من غير جائز أن لا نكون نحن لنا من غير جائز أن نتخذ تدابير لتفعيل دورنا، وبالتالي أن يبقى الصوت اللي بنمثله والتيار السياسي بنمثله على الصعيد الوطني حاضرا وحاضرا بشكل فاعل في مجلس الوزراء، وهذا ما استدعى
البحث في إمكانية إيجاد آلية معينة للتشاور فيما بيننا وفي ولا سيما في القضايا الكبيرة التي تواجهنا. الرئيس سليمان بحث مع خبراء مختصين في ملف سد جنة في حضور عدد من الوزراء. والنشرة مستمرة بعد الفاصل. ومزيد من الأخبار المحلية في هذا الشريط. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عرض مع السفير الأسترالي جيلين هايز العلاقات اللبنانية الأسترالية والتطورات في المنطقة. الدكتور جعجع عرض الأوضاع مع منسق الأمانة العامة لـ 14 أذار النائب السابق فارس صعيد، الذي نبه إلى أن أي خروج عن الطائف سنواجهه بطرق سلمية وديمقراطية، وأشار إلى أن اتفاق الطائف ميثاقي ولا يتغير بتغير موازين القوى. قائد الجيش العماد جان قهوجي التقى النائب بهية الحريري ثم النائبين الوليد سكري وكامل الرفاعي، وجرى التداول في التطورات. كما التقى رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال نيكولاس هوغتون على رأس وافد في حضور السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر، وتناول البحث علاقات التعاون العسكري بين جيشي البلدين ومراحل تنفيذ برنامج المساعدات البريطانية المقررة للجيش اللبناني خصوصا في مجال ضبط الحدود البرية. بدعوة من عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى علي طليس، الذي أقام مأدبة إفطار على شرف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أشار طليس إلى حكمة واعتدال المفتي دريان الذي بدوره أعرب عن أسفه لتراجع الحياة السياسية في لبنان والشلل الحاصل في المؤسسات الدستورية وأهمها غياب رئيس الجمهورية، مشددا على وجوب انتخاب الرئيس. وزير الأشغال العامة غازي زعيتر لفت إلى أننا مؤتمنون على حماية الأملاك العامة والمال العام أيضا، وحريصون على تطبيق دستورنا بحذافيره. وفي مؤتمر صحفي طلب مجلس بلدية بيروت بالعودة عن أي مخالفة سابقة في الرمل البيضاء، مؤكدا أنه لن يقبل بأي عمل أو البدء بأي عمل قبل إصلاح الخلل، كما لن يتردد باللجوء إلى القضاء والادعاء على الذي أراد استغلال السلطة خصوصا في الإدارات التابعة لوزارة الأشغال. نعم، تم الطلب من معالي وزير الداخلية وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك الأشغال في حال استمرارها، كما هو الطلب من أصحاب العلاق إعادة الوضع إلى ما كان عليه لجهة كافة المنشآت التي كانت قائمة والمخصصة لتواصل العموم مع الشاطئ الدرج وخلافه المنشآت الخدماتية التابعة له. عم بحكي كلام واضح وصريح، وهوني أنا مش عم برجع أقول إنه والله كان في تعدي وزيل، أنا عم أقول المخالفة اللي ارتكبت بإزالة التعدي، وهذا فعلا ما ورد عن إعطاء أمر شفهي من المديرية العامة للنقل البري والبحري في هذا الموضوع، فإن ذلك وبما يشكله من مخالفة للقوانين والأنظمة فإنه سيكون موضوع مساءلة ومحاسبة وفقا للأصول. هذا موضوع مساءلة ومحاسبة عندي. إذا ما ثبت أنه أيلهم أو المديرية العامة للنقل البري والبحري أعطت هذه الأوامر أو التعليمات بإزالة هذه المنشآت الموجودة، إن كان الدرج أو الغرفة الأخرى اللي هي عبارة عن حمام. أخيرا، جرى مساء اليوم سحب لنصيب الوطني اللبناني، وقد ربحت الجائزة الكبرى وقدرها 100 مليون ليرة، والورقة تحمل الرقم 56700 والفئة باء. مبروك للرابح. ومع اليانصيب نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.